ورد. بعد كده مهديت وشلت الميك اب، بس حبيت ادخل اقول لكم كلمتين لقلبي، وبجد يعني اشكركم على كل ردود الافعال وكل الكلام اللي شفته النهارده، وكم الناس اللي عملت شير وقالت عني كلمه طيبه او تعليق ايجابي او لمست الحاجه اللي الحمد لله النهارده انا تعبت فيها جدا جدا وعملتها. قبل ما ادخل في كلام يعني عام واشكر كل الناس، انا بس عايزه اقول كلمتين من قلبي الحقيقه. النهارده وانا يعني بعد ما خلصت وشفت نفسي وشفت رد افعال الناس، يعني حسيت انه الحمد لله يا رب، الحمد لله النهارده ربنا بيكافئني بعد سعي سنين وسنين وسنين. ربنا بيقول لي انت عندك حاجه حلوه وتستحقي الحمد. في حاجات الواحد عمره ما يتوقعها ولا يتخيلها كنت بتمناها، فان هي تحصل من عند ربنا بجد من دون تدخل اي مخلوق، ولا حد يرشح اسم ولا حد يقترح اسم، مجرد ان حد شافك مرة من سنين وحطك في دماغه وقت زي ده، وقال في بنت كان اسمها هايدي صوتها كويس وانا شايف انها ممكن تنفع، اسمه مكافأة ربنا. الحمد لله بعد سعي سنين ومجهود سنين. اوعى تيأس، لان صدقني ربنا هيديك الحاجة اللي تستحقها. طول ما انت عندك حاجة ربنا هيديك ان شاء الله. سعيدة اكتر ان انا النهاردة حسيت اني بوثق حاجة للتاريخ، بوثق تاريخي كمصرية. قدرت النهاردة ان انا اعمل صورة واقدم ملكة كانت موجودة واوصل الاحساس. انا يعني كلمت في ده في كذا مداخله النهارده على التلفزيون، انا كنت حاسه ان انا في العصر ده، كنت حاسه ان انا في الزمن ده، كنت واقفه وخلصت وانا ماشيه انا لسه دقني مرفوعه ولسه ظهري مفرود، وحاسه بالاحساس فخر وهيبه واحاسيس كلها ممزوجه ببعض وعظيمه الحقيقه. فانا الحمد لله الحمد لله يا رب سعيده جدا اني عملت حاجه اقدر الحقيقة أكلمكم أنا في الحالة دي عشان خرج كلام من قلبي قوي. وعايز أشكر المايسترو الكبير نادر عباسي، حقيقة هو مش بس مايسترو موسيقار عظيم، هو كمان شخص عظيم وإنسان على مستوى شخصي عظيم. بيؤمن بالإنسان اللي قدامه اللي عنده موهبة، بيثق فيها، بيديله فرصة، وقال لي هايدي أنت هتعملي ده وهتعمليه حلوة قوي. وأنا نفسي كهايدي ما توقعتش، كنت واقفه في الاستوديو بقول له مايسترو هو مين دي، انا مش عارفه نفسي، انا وانا بغني وبعمل بروفات انا ما عرفتش نفسي الحقيقه. عايزه اشكره بجد جدا، عايزه اشكر شركه طبعا. انا بارك لاحمد الموجي الموسيقار الجميل العظيم اللي شارك في توزيع المقطوعه الموسيقيه النهارده، طبعا بالاشتراك مع المايسترو نادر عباسي. اخيرا ربنا يا رب يرزق كل إنسان بنتيجة سعيه واجتهاده وأي حاجة نفسه فيها وأي حاجة بيتمناها، وربنا يبعد عنكم كل إنسان جواه حاجة وحشة ليكم. وفي وسط النجاح وفي وسط الفرحة وفي وسط كل حاجة حلوة انتم محققينها، بيحاول إن هو يدخل عشان يرمي كلمة ويقول حاجة تتعبكم. ربنا يا رب يكفيكم شر الناس الوحشة، يكفيكم شر العيون الوحشة، ودايما كده يا رب ناجحين ومتألقين ويرزقكم كل سعادة. نخترتي انا فني اني
استنوني كمان شويه.